سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. قبل 7 سنوات اجتمع قادة العالم لاعتماد خطط التنمية المستدامة للعام 2030، ونجتمع اليوم لاستعراض التقدم المحرز في جدول الأعمال. في السنوات القليلة الماضية حقق السودان مثل العديد من الدول والبلدان الإفريقية تقدما بطيئا ولكنه مستمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد إلا أن وباء كوفيد قد سلب بعضا من المكاسب المتحققة، وهذا يؤكد الحاجة إلى إعادة تركيز طاقاتنا لضمان إعادة بناء أنظمة أكثر ذكاء ومرونة، وأن نستخدم مواردنا المحدودة بكفاءة أعلى. من جهة أخرى، فقد تركت الظروف الجيوسياسية الحالية آثارها على جميع بلدان العالم، لا سيما البلدان النامية، مما يدعو إلى تفعيل وتعزيز التضامن الدولي من أجل التخفيف من حدة آثارها المتمثلة في زيادة وطأة التضخم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والسلع والخدمات، لا سيما على الشرائح الضعيفة والمنتجة في المجتمعات. السيد الرئيس، السودان ملتزم بقوة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعلق أهمية كبيرة على تنفيذها، وقد بذلت الحكومة الانتقالية في السودان جهودا كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك التخصيص الجيد للموارد الداخلية. ففي العام 2019 وضعت الحكومة الانتقالية موازنة وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة لأول مرة في تاريخه، وعدت الحكومة الانتقالية إطارا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق القدرة على الصمود والنمو الشامل، وانتهت من إعداد ورقة استراتيجية الحد الأدنى الحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2023، وقد أقر مجلس الوزراء بكامل هيئته ورقة استراتيجية الحد من الفقر في مايو 2021. وفي ذات العام أعادت الحكومة الانتقالية في السودان تشكيل الآلية الوطنية العليا واللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ خطة التنمية المستدامة والإشراف عليها. علاوة على ذلك، عد السودان تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني هذا العام لتقديمه لهذا الاجتماع. السيد الرئيس، نؤكد على أن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي، وأننا ندعو من هذا المنبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية للمساهمة في دعم جهود السودان لتحقيق